إذن للحديث حول تحركات الأسواق العالمية وعلى وجه الخصوص نتحدث عن المؤشرات الأمريكية. انضم معنا من عمان أحمد عزام، محلل أول في أسواق المال. مرحبا بك سيد أحمد، وكل عام وأنت بخير. هل تتفق أنه سيكون هناك ضغوط في أسواق الأسهم وخصوصا الأسواق الأمريكية خلال شهر مايو وشهر يونيو بناء على توقعات جولدمان ساكس؟ نعم، في العام أنتم بخير. نعم، بكل تأكيد بالنظر إلى الأرقام، البنوك الكبرى كانت قد سجلت أرقام ممتازة جدا. جي بي مورغان كانت قد سجلت ريكورد، رقم قياسي كبير جدا. على ما أعتقد بأن البنوك الصغرى قد خسرت الديبوزيتس أو خسرت الإيداعات الموجودة، وتم انتقالها تماما من البنوك الصغرى إلى البنوك الكبرى جراء مخاوف العدوى أو العدوى المصرفية جراء الإجهاد المصرفي في سيليكون فالي. عند النظر إلى الشركات الأخرى، فأتفق تماما بأن إمكانية الضغط قد يكون وارد خاصة مع تقليص الإنفاق. عند النظر إلى الإنفاق أو الكونسيومر كونفيدنس، رقم نعم فوق 100، لكن الإكسبكتيشن أو التوقعات بالنسبة للمؤشر نفسه قد ينخفض إلى أدنى 80%. أدنى 80% بمعنى يعطينا إشارات إلى إمكانية دخول الريسيشن أو ركود في الولايات المتحدة الأمريكية. فعند الدخول سيد أحمد أو الإشارات من مخاوف. طب دعنا نفصل القطاعات، ننتظر الآن أهم شيء القطاع التكنولوجيا في هذه المرحلة. اليوم ننتظر إعلان نتائج مايكروسوفت، جوجل، ألفابت، كذلك حتى الفيزا تعلن اليوم النتائج. توقعاتك لهذه النتائج في ظل يعني نظرة ممكن القول عنها بأنها متشائمة نوعا ما، هي القطاع التكنولوجيا بالمجمل؟ نعم، شركات التكنولوجيا وزنها كبير بال اس ام بي 500، المؤشر نفسه حوالي 14%. عند النظر الى الارقام المتوقعه، اس ام بي 500 متوقع ان يسجل انخفاضات ضغط سلبي على ربحيه المؤشرات وربحيه الاسهم. فبالتالي عند النظر الى المؤشرات نفسها والاسهم نفسها، مايكروسوفت على سبيل المثال، متوقع ان الى الذكاء الاصطناعي، فبكل تاكيد الذكاء الاصطناعي ثورة في الفترة الماضية قد تعطي شركات التكنولوجيا التي لم تدخل الذكاء الاصطناعي ولم تدخل في حرب الذكاء الاصطناعي، قد تعطي بعض الإشارات للضغط السلبي عليها. لكن عند النظر إلى فيزا، ففيزا حالة مختلفة تماما، خاصة بأن فيزا بالفترة الأخيرة كونسيومر سبيندينج أو كونسيومر كريدت تحديدا قد سجل ارتفاعات في الفترة الأخيرة، دليل واضح على المصروفات أو الإنفاقات جراء القروض جراء المديونية. فبالتالي قد تأتي بفيزا إيجابية، لكن مع شركات التكنولوجيا قد يكون بعض التراجعات في الفترة القادمة. نعم، جولدمان ساكس أحمد يوصي حاليا بالنقد والسلع وأيضا الأسهم المحايدة والائتمان. لماذا برأيك وضع الأسهم المحايدة في وضع حاليا ربما يراه بعض الاقتصاديون أنه لا أحد منهم ربما لا يتأثر أو يؤثر حتى في المقابل فيما يحدث في الاقتصاد العالمي؟ نعم، وجهات نظر بكل تأكيد. عند النظر إلى الكاش السيف هيفن، الملاذ الآمن في الفترة الأخيرة جراء العدوى المصرفية أو الإجهاد المصرفي الأخير، لكن عند النظر إلى القطاعات الأخرى قد تكون وقد تعطي بعض الأمان، لكن عند النظر إلى استمرارية عمليات رفع أسعار الفائدة، وعلى ما أعتقد جولدمان ساكس يتوقع أن دورة تجديد السياسة النقدية شارفت إلى النهاية، فبكل تأكيد عند انخفاض أو توقف دورة تجديد السياسة النقدية والبدء بالوبود لعمليات تخفيض الفائدة على سبيل المثال في عام 2024 جراء ربطها مع عمليات الركود، فقد تعطي بعض الإشارات بأن قد تكون أسهم رابحة أو أسهم إيجابية على مدى عام 2024 في الفترة القادمة، ربطا مع إمكانية بدء عمليات تخفيض أسعار الفائدة في حالة دخول طبعا الركود. نعم، ايضا سيد احمد ننتظر يعني ارقام الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول، يعني الى اين تذهب التوقعات والاسواق، ما الذي تنتظره في هذه المرحله من اجل يعني ان تتحسن ربما الاسعار في الاسهم وبالاسواق بالمجمل؟ نعم، عند النظر الى الناتج الاجمالي المحلي، الولايات المتحده الامريكيه بدات تسجل علامات ايجابيه في النمو، ليست على ما الوقت لمتابعه سياسه تجديد السياسه النقديه ومتابعه تجديد السياسه النقديه، نظرا لان الناتج المحلي الاجمالي يعتبر احد المكونات الذي ينظر اليها مكتب التحليل الاقتصادي، مكتب الابحاث الاقتصادي في البيت الابيض. الناتج الاجمالي المحلي وبعين متتاليه يعطي اشاره لامكانيه دخول الركود، لكن رقم ايجابي سيعطي الفدرالي الامريكي
الوقت، الراحة، لإمكانية تجديد السياسة النقدية في الفترة القادمة على ما أعتقد هنا إمكانية عملية رفع أسعار الفائدة في شهر مايو، اجتماع شهر مايو ممكن أن يكون ختام دورة تجديد السياسة النقدية في حال جاءت أرقام التضخم بشكل إيجابي، أقصد هنا طبعاً تباطؤ أرقام التضخم في الفترة القادمة، لكن عند النظر إلى الناتج الإجمالي المحلي فالنمو الاقتصادي يعتبر نوعاً ما في الخانة الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر طبعاً عن القطاع التصنيعي الذي سجل انكماش لخمس أشهر أو ست أشهر متتالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعطي بعض الإشارات في إمكانية الدخول لوقود في الفترة القادمة الولايات المتحدة. نعم، إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي المرتقبة يوم الخميس، لا ننسى أيضا طلبات إعانة البطالة وأيضا يوم الأربعاء طلبات السلع المعمرة. على كل، وصلنا معك للنهاية. من عمان أحمد عزام، محلل أول في أسواق المال.